من ادعي عليه بشيء فأقيمت عليه البينة فيحكم عليه مهما كان ذلك الشخص، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فأقيمت البينة فيحكم عليه. لكن إذا اتهم ففرق بين إحضار البينة وبين أن يتهم الرجل، فمن اتهم في قضية ما مجرد تهمة، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: الناس في التهمة ثلاثة أصناف: صنف معروف بالدين وبالورع فمثل هذا لا يحبس ولا يضرب ولا يستحلف على أحد قولي العلماء، لا يقال له احلف بل يؤدب من يتهمه. الصنف الثاني من هو مجهول ليس معروفا ببر ولا بفجور، فيقول رحمه الله: يحبس. لكن كم يحبس؟ هل يحبس شهرا أو يحبس حتى يتبين حاله أو حسب ما يراه القاضي؟ ثلاثة أقوال. الصنف الثالث من هو معروف بالفجور وبالفسق، قال: فمثل هذا يحبس. بل قال: عند طائفة من أهل العلم يمتحن بالضرب لكي يقر بما عليه من حقوق مالية للآدميين. قلت: لعل الامتحان بالضرب يدل له قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني من يجد مالا وعليه دين ويماطل فإن مثل هذا الصنيع منه للقاضي أن يعاقبه، ومن ضمن العقوبة الحبس. ودليل الحبس ما ثبت عند أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبس رجلا في تهمة، حبس رجلا في تهمة. يقول رحمه الله: والحبس الشرعي ليس أن يحبس في مكان ضيق، لا، وإنما المحبوس والحبس الذي في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي عهد أبي بكر أن الإنسان يمنع من التصرف في نفسه سواء كان في بيته أو في محله أو في مسجده، بمعنى أن هناك من يقوم عليه. فيحبس من التصرف في نفسه. قلت: ولعله يستدل على ذلك من أن كعب بن مالك لما طالب من ابن أبي حدرد ولازمه حتى يقضي ما عليه من الدين، فهذا هو الحبس الشرعي. قال: ولم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن في عهدي ولا في عهد أبي بكر أن يكون هناك مكان يحبس فيه الإنسان من أجل التهمة. قال: وإنما وضع الحبس واتخذ له مكان لما كثرت الرعية في عهد عمر، اشترى دارا بمكة وجعلها حبسا. ثم قال رحمه الله: اختلف العلماء هل الوالي يضع حبسا أم لا، بعضهم يقول لا، وإنما يحبس الإنسان فلا يتصرف في نفسه، وبعضهم قال يوضع له مكان. قال رحمه الله: ومن قال لا يتخذ الوالي مكانا للحبس، قالوا: يفعل به كما يفعل به في وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أنه يوضع عليه شخص يلازمه، أو أن صاحب الحق يلازمه، أو أن وكيل صاحب الحق يلازمه.
لكن لا شك أن في مثل هذا الزمن مشقة أن يرافق الإنسان المتهم في ذهابه وفي تجواله، ولذلك هو ذكر رحمه الله حديث لما قال عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة: ما فعل أسيرك، لما كان عليه دين قال: ما فعل أسيرك، دل على أنه في مثابة الأسير، لكن هذا الحديث به ضعف. لكن من أقيمت عليه البينة فالبينة قاضية بالحكم. نعم. وأما بالنسبة لهذه الأقوال هذا يرجع فيه إلى ما تقتضيه المصلحة، إما أن يحبس حتى يتبين حاله أو حسب ما يراه ولي الأمر من القرائن وما شابه ذلك. هذا في التهم. الحمد لله الإسلام يأخذ بالظاهر، الإنسان ما يجعل عرضه ولا الحديث فيه لأي شخص ما دام أنه معروف بالخير والصلاح. هذا في ظاهره، قد يكون في باطنه من أسوأ الناس ومن أفجر الناس، لكن الإسلام ولله الحمد يأخذ بالظاهر. إذا رأيت شيئا عليه لتأتي بالبينة. نعم، لأنه ربما ينفتح الباب فيأتي إنسان ماكر سيء خبيث النية والطوية فيقول: والله فلان أنا رأيته في كذا ورأيته في المكان الفلاني وهو كاذب، من أجل أن يسيء إليه، من أجل أن يدنس عرضه، من أجل أن يتحدث فيه، من أجل أن تقل مكانته بين الناس. ولذلك أهل العراق لما اتهموا سعد بن أبي وقاص من أنه لا يحسن أن يصلي، هو سعد بن أبي وقاص من المبشرين بالجنة وكان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما في قلبه ضغينة، يرمي بالتهمة ولعلها تروج، فهل يتعرض له؟ يقول شيخ الإسلام: من هو معروف بالبر وبالورع وبالدين لا يحبس ولا يضرب ولا يستحلف على أحد قول العلماء، بل يؤدب من اتهمه إلا أن أتى بالبينة، فالبينة حاكمة بحكم الشرع على الشخص مهما كان.